حنا من الورثه ديال ميلودي بن عبد الملك اللي ساكنين في الارض ديال البرانش اللي كان سطلنا عليها واحد المافيا ديال العقار اللي كتواجد الارض ديالو هنا حدانا ودخل ترملنا على الارض ديال الوالد ديالي وديال الورثه اللي معاه ودخلت هي معاه وباعها استنادا على شهود زور اللي كان معروف معترف بليهم بانهم كيشهدوا دائما بالزور غير ب 3000 ريال او 4000 ريال وكيحطوا لي كارت ديالهم وتيشهدوا السن ديالهم صغير. اليوم كان تعرضوا للجنه من المحكمه كتجي باش كتبغي تفرغنا من الدار ديالنا نظرا للحكم اللي تصدر في حقنا من طرف رئيس المحكمه اللي الابتدائيه بالمحمديه باش نفرغوا الدار. وهذا السيد ما عنده فين غادي يمشي من هذه الدار لان الدار ديالو وساكن فيها منذ الجدود ديالو والارض ديالو ديال جدوده والدار هاي كما كتبان لكم على حساب هاد السيد الوقت اللي دار فيه تسجيل التحفيظ ديالو دار بان الدار ما كايناش بان البلاد خاويه ما فيها حتى حد ما فيها حتى واحد من الناس من الساكنين ولكن كانت هي كاين فيها السكان ومن بينهم السيد الابراهيمي ابراهيم الابراهيمي وبا قجاوي موسى والورثه اللي معاه كاينين بزاف بدون ذكر الاسماء ديالهم لانهم بزاف ولائحه طويله. اليوم كنتفاجئوا بالتبليغ بالافراغ وهذا التبليغ ما عطاوناش فيه حتى الوقت يعني لاعبين في لاعبين في الوقت في الوقت ديال باش يبلغونا نورمالمون خاصهم يبلغونا على الاقل واحد السيمانه ولا 10 ايام باش نديروا حتى حنا الايقاف ديالنا ديال التنفيذ. هما لعبوا لنا بالوقت وجابوا لنا حتى نهار الجمعه نهار الخميس جابوه لنا في العشيه وصلوا لنا والجمعه الاستاذ ديالنا مشى حطوه في المحكمه ديال الاستئناف يوقف التنفيذ ديال الافراغ. هاد السيد نسبحوا عندنا هاد السيد راه مترامي على الارض ديالنا بدون حجه بدون اوراق مستند على النفوذ ديالو وعلى السلطه ديالو وعلى الاعوان ديالو اللي كتنطلق من الجماعه ابتداء من الجماعه القرويه ديال الشلالات كلهم بالاعوان ديالو كيتعاونوا معاه. وسيدنا الله ينصره محمد السادس كان خطب وكان نحت على محاربه هذه المافيا ديال العقار والضرب على ايدي من حديد على كل من كيترام على ارض مسكين وكيقلع عليه بالسلطه والنفوذ. وحنا دابا كنشوفوا راسنا اننا كنعيشوا الاستعمار رغم ان احنا متحررين منذ سنين هذه احنا تحررنا منذ عهد محمد الخامس ورغم ذلك احنا كنعيشوا الظروف ديال الاستعمار من طرف ولاد بلادنا. ولاد بلادنا كيستقواو علينا بالنفوذ ديالهم وكيستقواو علينا بالاعوان ديالهم وبالاموال ديالهم وكيجيو كيبغاو يضغطوا علينا باش نفرغوا باش نحيدوا من الدار. المره الاولى كانوا كيجيو عند الوالد كانوا كيقولوا ليه تبيع لينا الارض فرغ من مريب وتبيع. الوالد ما باغيش يبيع من الوالد ما باغيش يبيع الارض ديالو ما باغيش يبيع الدار ديالو لانه هو سكن فيها وبناها حجره بحجره والد فيها ولاده. وهذا الدار راه ماشي وكر للارهاب اللي دايرين عليه هاد الحاله كلها. هي الدار كان فعاش فيها واحد السيد محافظ مسلم متخلق اللي خرج من هذا الدار اجيال منهم اساتذه ومهندسين ودي تكنيسيان سبيسياليزي ودي تكنيسيان ومن العدد الافراد ديال الاولاد ديالو 11 وانا منهم تزدت وكبرت وخلاقيت هنايا. اليوم كنطالبوا من سيدنا ومن جميع اللي تهمهم الامر يعيدوا النظر في القرار ديالهم وياخذوا بعين الاعتبار هذا الاحتجاج ديالنا لان احنا ما غاديش نوقفوا وغادي نطالبوا بحقنا ودافعين شكايات لوزير العدل ودافعين شكايات للمجلس الاعلى في الرباط ودافعين شكايات بزاف ديال المكاتب وكان الادارات بالرباط وكنتسناو هذا الحكم اللي جايبين كينفذوا لنا ماشي حكم نهائي حكم ابتدائي باقي ما دازش في الاستئناف. حنا مستانفين الدعوه وكنتسناو الاستئناف يقول الكلمه ديالته الاخيره فيه ومازال عندنا الحق نعاودوا نطلعوا حتى نقضوا الابرام. هذا السيد باغي يفرغنا بدون وجه قانون علاش حنا غادي نفرغوا؟ حنا ما كنشكلوا عليه حتى خطر وهذا ماشي هذا غير مستثمر ماشي نزع الملكيه. لو كان شي حاجه كتهم الوطن ديالنا ولا كتهم الملك ديالنا ولا كتهم الشعب ديالنا غيستافد منها حنا بكل فرح وبكل سرور. واحد ويستغل النفوذ ديالو والقوه ديالو ويجي يقلع لواحد السيد الارض ديالو والدار ديالو اللي سكن فيها منذ كان صغير
ويحيدها ليه بحكم القانون اللي متعاون معاه. ما المفروض هذا القانون يحمينا حنا، يحمي الضعيف ماشي يحمي القوي، ماشي يجي لصف القوي.